ايه اجيت؟ ايه انا باسطنبول بنوب. لا ما خبرت حدا من ولادي، يعني مثل ما بتعرفي ابني عمران لساته زعلان مني. طيب انا بكل الاحوال بتحكم وبرجع لها تاي دغري. ها هلا وصل الدكتور، يلا روحي بعدين بحاكيكي، مع السلامه. يا أهلين وسهلين. أهلين فيك دكتور، شلونك؟ تفضلي. وأخيراً إجيتي لشوفك؟ إيه وأخيراً قدرت إجي، مو مشكلة. المهم أكيد أنت صرت بتعرف باللي صار. إيه عرفت. أصحك تكون خبرت حدا من ولادي إني هون دكتور؟ لا طبعاً ما خبرت حدا، أنت ولا يهمك. بس رح نعمل اللي اتفقنا عليه دكتور، لا تنسى ما بدي وصيك. إيه أكيد. تفضلي هلأ لأفحصك. ماشي، بس أنا ما فيني شي، منيحة. معلش منطمن. التحاليل نتيجتها منيحة. أخ الحمد لله. دخيلك دكتور، أصحك تنسى وتحكي قدام ولادي إنه نتيجة الفحص طلعت منيحة. بتأمري يا ست نعمت، بس حضرتك عم تطلبي مني إني أكذب عليهم. بصراحة أنا من الأول ماني حابب فوتوا بهالقصة، ما بدي أطلع بالخجلة قدام عمران بيك. بس يا دكتور صدقني إنه هاي كذبة بيضة، طالما نحن ناويين الخير. ما ضل من العمر أكثر من يلي راح، على القليلة هلأ كملي اللي باقي لي من حياتي مع عائلتي، وإنت إلك ثوابي. طيب ماشي حاضر. أنا ممنونة كتير إلك. طيب دكتور إنت حكي مع عمران هلأ وقل له إنه نتيجة التحاليل تبعي طلعت ما بتطمن أبدا، قل له إنه وضع حرج كتير وفي خطورة كمان من هالحكي هاد، يعني سلامة معرفتك دكتور. حاضر يا خانم. شكرا كتير إلك. عن إذنك صار لازم روح على الأوتيل هلأ لنملي شوي، وانت حكي مع ابني عمران وخبرني شو بيصير معك. طيب. ايه يسلموا، قد ما تشكرتك. شرفتي ما قلبك شر. يلا عن إذنك. الجلسة اليوم مهمة مثل ما بتعرف يا عمران بيك. بعرف. يعني في احتمال تطلع شيء؟ أنا ما بظن، احتمال ضعيف. لازم يكون في أسباب مخففة، وأنا رح أعمل جهدي كرمال ما يصير أي شيء أبداً. رفيف ما عنده خبر بالجلسة، ما بدي حدا يخبرها لتكون بالصورة. طيب ماشي ولا يهمك. ألو كيفك دكتور سامي؟ أنا نعمت. شكرا لك كتير يا ابني، أنا هلأ من شوي وصلت على الأوتيل وتارك الباقي عليك أنت. بتشكرك مرة تانية يا ابني، سلام. عمران بيك، دكتور نعمت خانم هون قال بده يشوفك. دكتور؟ طيب فوتي. تفضل. أهلين دكتور سامي. أهلين عمران بيك. أهلين دكتور. تفضل ارتاحون. دكتور خير؟ نعمت خانو ما صاير لشي مزبوط؟ هو لهلأ لا، بس إذا ضلت هاملة حالة لهالدرجة هي رح تسوق حالتها أكتر. كيف يعني؟ بصراحة صاير معها اختلال بالضغط، وكمان معها بحصة بالمرارة، والعملية ما بتتأجل. بس الوالدة ما عم ترضى تتعالج أبدا. أنا شرحت لها خطورة الوضع أكتر من مرة بس ما في فايدة. طيب يعني أمي إلى شهرين مسافرة، أنت شو عرفك بوضع صحي؟ بعرف. وأنا أصريت عليها تجي، طلبت منها تحاليل وإجت عملتهم. يعني هي باسطنبول هلأ؟ طيب عندك فكرة وين نازلة؟ بالبداية ما كان بدها تحكي، بس أنا ألحيت عليها لخبرتني نازلة بأوتيل اسمه كوزيت هان،
والمسا رح ترجع على هاتاي. يا ريت تضغطوا عليها لتضل باسطنبول. هي لازم تتعالج وإلا رح تسوء حالتها. طيب ماشي. شرف الدكتور سامي. شكرا عمران بيك. المهم هلأ صحة الوالدة. عن إذنك. شو ناوي هلأ عمران؟ أمك ما لازم ترجع على هاتاي. بدي أحكي مع يعقوب الأول. ما بعرف. ما بظن يعقوب يكون عنده اعتراض. شايفته متغير وإذا ما رضي منحاول نحن نقنعه. هلأ المهم أمك ترضى أنه تتعالج. أنا بعرف أنك زعلان وكتير مقهور منها، بس مو وقت العتب والحساب هلأ. صح؟ لا سمح الله إذا صار له شي ما منسامح حالنا. خلينا نروح نشوفها. يلا أمشي، منحكي معه ومنقنعه. صح، نحن بالأول لازم نقنعه. يسلم لي الحنون. أنا حبيبي. آخ منك يا أمي. رح أمر على مكتبي بالأول. ما عم يرد أخي. إجا دكتور أمي لعندي وقال الوضع سيء كتير، وأنا ورفيف هلأ رايحين لنشوفها. لازم نحكي أنا وياك. تركت له مسج. عمران نحن ما رح نتخلى عن أمك لو شو ما صار. رح نرجعها على القصر. طيب خلينا نطلع. يلا. مين على الباب؟ أنا أمي. أنتوا كيف عرفتوا إني إجيت لهون؟ مين اللي خبركم؟ مو المهم كيف عرفنا. طيب تفضل فوتوا فوتوا لجوا. شو بدك نعمل معك أمي؟ خبرنا دكتورك إنه وضعك الصحي مو منيح أبدا. لا تخاف ابني، أنا ما بدي أكون تزعلوا علي وتحملوا همي. كلنا منمرض، وبصراحة الكبر عبر والعمر له حقه كمان. ما شفت أبوك كيف راح لرحمة ربه. إيه هاي الأعمار بيد الله، يمكن صار دوري. لا تقولي هيك حكي، الله يطول بعمرك. أمي عندك مشاكل بضغط الدم وبحصة بالمرارة كمان، وما عم تاخدي أدويتك، لهيك خلينا نبلش علاج بقى. عمران مبيني أمك زعلانة شوي، بترجاك لتضايق أكتر. أنت لساعتك زعلان مني؟ أنا ما بلومك يا ابني، أصلاً الحق معك. طيب أنتوا لا تشغلوا بالكم فيني. يلا صار لازم ترجعوا على بيتكم هلأ، لا تضايقوا حالكم. مالنا رايحين من هون لحتى ناخدك معنا، ما هيك عمران؟ أحسن شيء أنه هلأ ترجعي معنا على القصر. لا يا عمري، أنا ما عاد أرجع على هداك القصر بحياتي. بقياني هون للمسا، بعدين حازي تذكرة وراجع على هاتاي. خلص روحوا أنتوا تيسروا.